سيدة لميا الرياحي الفنانة التونسية الكبيرة ضيفتنا في المباشر. مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام لميا. مساء الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة ديوان أف أم. شكرا. هو فرصة من خلال الجروب متاع الموسيقى، لأن شفتك برشا على تيك توك من خلال الجروب متاعك، فرصة باش نشوفوا الفنانة الكبيرة هذه اللي اختفيت شوية على الساحة الموسيقية. الحقيقة توحشناك، توحشنا إنتاجاتك، توحشنا كالصوت الكبير اليوم، لكن نشوفوا فيك تنشط برشا نساء قاعدين في دو جروب، على جروب متاع موسيقى تغني وتشطحوا وتعملوا في 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 برشا جو. ظاهرة ولا السنوات الأخرانية هذية مع تتوينسا يوبر بولغادي ولا خليني نبدا لك من البداية. أنا أساسا اللي عندي اللي نشطوا فيه اللي هو عندنا مركز ثقافي خاص، هو اللي يعني أنا هذا مؤسسته طبعا في ترخيص من وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية، وفي أونتخ أوتخ ليزاكتيفيتي، وأهم أكتيفيتي عندي هي كلوب دو شان اللي تربي انتم غادي، اللي هو ناجح برشا على الانستغرام وعلى التيك توك، على مواقع التواصل. ولا نغني معه من نحل الفيديو وبرشا مع عبد الحليم ودندنو مع تلحقيقة برشا مزيكا مزيانة. الحمد لله. فما اقبال من التونسيات، علاش التونسيات هربوا الى نوادي الطرب؟ شوف، هو الشعب التونسي من أوله شعب فنان وذواق، وهذا يعني بشهادة أكبر الفنانين وأهمهم كوكب الشرق لما زارت تونس، يعني قاعدة تحكي برشا بالجمهور التونسي، وانت تعرف ان الجمهور التونسي يطلع والفنانين الكبار ولا حتى الشبان من العالم العربي أغانيهم بخاتيك ما الفنان يقعد يوقف والجمهور ولي يغني. احنا اساسا شعب، اعطيتوا الميكرو للجمهور مباشره، معناتها احنا شعب مغني بالحق، احنا تونس شعب مغني ومعروف علينا هذا في العالم العربي، وفي تونس نوادي الطرب هذوما خصوصا لما يكون متاسس من يعني اللي مؤسسه فنان، اللي كوتشي فيه فنان ولا فنانه كما السيده لميا الرياح. الحمد لله ونعم بالله، خاطر شوف برشا نوادي موجودين، يعني فما برشا كانوا قاعدين جاتهم الفكرة عملوا النادي وما عندهم حتى علاقة لا بالفن ولا بالموسيقى ولا. احنا الحمد لله يعني الشيء متاعنا وميداننا والشيء هذا ننشطوا فيه من منذ الصغر مش من توا، وذلك علاش نجحنا فيه، يعني اختيارات صائبة، اختيارات مختلف في الشرائح العمرية، جيل نادي طرب مع تشارك كل كبار وصغار من 18 حتى 80 سنة، يعني طول الزاج تلقاهم، ومش بالضرورة عنده صوت مزيان، معناتها يجيب شي يفتق مواهب ويعمل جو لا ديفولمون معناتها، وهي سيتون تيغاتير يعني منصوح بها حتى من طرف الأطباء، كيما السبور كيما الغناء الكل هذاك يخلي النفسية ترتاح ويخليهم أنتي ستريس، الناس ولات النساء سورتو ماك تعرف الضغط على المرأة برشا، تخدم البرة وتخدم الداخل وتربي صغار وتخري صغار وتهز وتجيب، فهذا معناها يخليهم الأكثرية يلجؤوا خصوصي آخر الأسبوع يرفعوا على رواحهم ويمشوا، والحمد لله عندنا مستويات حلوة برشا، يعني والله صدقني اللي عندنا يعني اللي يجيونا في نادي الطرب بتاعنا رياحيات، طبيبات، مهندسات، أساتذة يقريو في الأنسينيومون، بانكيجيات، كل عندهم خدمة مرة ولا واحدة معناها فاضية، وحتى لي روتريتي اللي معناها كلهم عندهم مستوى وكلهم يعني الفا الحمد لله، يعني انا اذا لقيت الزهو ترب لا تبدلوا لا باش قالب تعب، هذا شعار ظهر لي انسى فرا حق الجميع اليوم يفرهد ويتفرهد. اباغ نادي الطرب وقتاش نشوفوا مدام لميا الرياحي في انتاج جديد ان شاء الله؟ انت جيتي الوتر الحساس اي فعلا، وهذا سكوب عند ديوان اف ام، هو اول راديو اللي باش نعدي فيه الاخبار هذا ان شاء الله. عندنا حفل ان شاء الله مرتقب في نوفمبر في المسرح البلدي، نادي الطرب مطلوب برشا عندنا، يعني طالبيننا ومطلوبه حتى احنا حتى في العالم العربي، يعني استضافونا وكلمونا كبار الاعلاميين
ومطلوب منا نعمل فروع برياحيات في الوطن العربي صدقني يعني في القاهرة في الإمارات. برافو طبعا والله العظيم إن شاء الله متأجل شوية خاطر احنا في تونس ان شاء الله في نوفمبر عندكم حفلة لرياحيات ان شاء الله في المسرح البلدي مع تنجم اللي باش يجيو باش يغنيو معاكم هكا ولا الجمهور باش يغني فعلا احنا في الانفيتاسيون الجمهور باش يجي يغني والبنات والكل ولادوكم السيدات الكل تشوفوهم على المسرح وفما كونسيبت حلو برشا ان شاء الله كيقرب موعد الحفل باش نكون ضيفتكم في ديوان اف ام باش نحكي على الكونسيبت لانه باش يكون مسيره الغنائيه لانه منذ البدايات مرورا بالثنائيات وصولا الى نادي طرب رياحيات اللي هو انا فايز ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ومن توا معناتها دعوه لزميلتي اميمه العياري تكون حاضره معنا ان شاء الله في اوستار تعطي اكثر تفاصيل حول الموضوع هذا وتنورنا يا لالا حتى بحذانا احنا في 60 دقيقه مرحبا بك ويفضلك تحياتي ليك مدام لميا الرياحي تحياتي للكبير ايضا فيصل الرياحي دمتما متالقين يعطيكم الصحه وتوحشنا برشا صوتكم المزيان دقيقه هكا وصلنا لختام لقانا حاجة وديناكم بها حاجة مزيانة في البون بلون الليلة شكرا لحسام الدين الحلواني شكرا الغازي الدريدي شكرا هيفا بن يوسف أجمل تحياتي ودارو الغمي الأخبار تسويت مع فؤاد ثم نايت كلوب مع محمد